يقول نحن مجموعة نقيم السنة في بلدنا فهل يجوز أن نؤمر علينا أحدنا ونسمع له ونطيع؟ إذا كنتم في بلد كافر بلد كفار وأنتم مسلمون أقلية مسلمة فلا بأس أن تختاروا واحدا منكم يرأسكم وترجعون إليه، أما إذا كنتم في بلد إسلامي فأنتم تبع ولي الأمر في البلد ولا تؤمروا أحدا، تبع ولي الأمر، أنتم مع أمة الإسلام ومع جماعة المسلمين مع إمام المسلمين، لا يجوز لكم هذا، إنما هذا في السفر، إذا سافرتم تؤمرون واحد في السفر، أما في بلد المسلمين فأنتم مع أمة الإسلام وتطيعون ولي الأمر. نعم.